عند القائد ابراهيم يوم جمعه الغضب. انضربت على مرحلتين، اول مرحله اللي هي المناطق اللي في صدري وفي جسمي من تحت. حاولت ان انا نسيب المكان ده ونقوم نروح موقع تاني، فوجئت ان هو برضو الهدف برضو لازم ان انا انضرب. ضربني الطلقه الثانيه، كانت المفروض انها تيجي في منطقه السد، ولكن طبعا ربنا كان كبير، فانا بنقع اصابه ما شالتنيش، وقعت. لما وقعت اصطدمت بدايه، طبعا ده انفجر الدم مني. في المستشفى كانت امن الدوله مسيطره عليها، كانت عايزه تدخلني الثلاجه وانا حي عشان طبعا ما اتكلمش. فطبعا لما قدرت اعرف الهدف من محاوله اغتيالي في قلب المستشفى، رفضت التعامل مع اي ادويه. الساعه 11 بالليل طلعت بدون اي حاجه، بدون عمليات، بدون اي حاجه، ورحت اتعالجت على حسابي ومن يوميها لغايه دلوقتي. 28 زي ما هو، ما اتغيرش. كل مسؤول وصلته نسخه من الصور دي، محدش فيهم فكر يكلمني. طبعا بالنسبه للقضاء، لغايه دلوقتي مفيش ضابط طبق عليه قانون الاجراءات الجنائيه واتحبس احتياطي. رحت للقاضي احمد رفعت، حضرت له جلسه. قاضي مبارك، بقول انت متاكد ان الصور دي صورك؟ قلت له النيجاتيف اهو. ادي قاضي مبارك، قلت له النيجاتيف اهو.